عربيا بقى، ازاي لو حد من بره من الكره العربيه باصص على دوري الابطال؟ شكر الوعر حارس تونسي دولي كبير، واحد من الحراس التاريخيين للترجي، لو تفتكروا جون سيد عبد الحفيظ في بطوله 2001، الكره اللي شاطها من نص الملعب وسقطت وصعد بيها الاهلي وكمل وكسب البطوله دي، كانت في شكر الوعر. شكر الوعر دلوقتي شاف دوري الابطال والفرق المرشحه مين؟ نشوف. هل الترجي لسه عنده كتير يقدمه في الادوار القادمه؟ لان هناك فرق كبيره جدا موجوده، منها النادي الاهلي ومنها سان داونز ومنها الوداد، ويعني مازيمبي بعيد شويه، لكن ابرز الحاضرين سان داونز والوداد المغربي والترجي. انا حسب تقديري مش يكونوا الاربع هذوما الترجي الوداد الاهلي سان داونز، ممكن هذوما الاربعه باش يكونوا من احسن فرق في المجموعات، انديه كبيره، انديه عندها حظوظها، الكل تعرف بعضها، يعني باش يكون دوري صعب على الفرق الكل، وباش يكون نعرفوا الوداد عندها حظوظها، الاهلي كيف كيف، فريق تاريخ، سان داونز اليوم تلعب في لعب كره جميل ياسر، عندها فريق ممتاز، الترجي مهم جدا اللي قاله الكابتن شكري الواعر انه رشح النادي الاهلي من ضمن الاربع فرق رغم انه ليس متصدرا لمجموعته، وده اللي انا بقوله، ان الرانكينج بتاع المجموعات الاهم فيه التاهل للدور الثاني، لكن قوى الفرق لما الخبراء يتحدثون لا يمكن ان يتجاهلوا النادي الاهلي كاحد المرشحين. واللي مش هتقابله النهارده هتقابله بكره، يعني اللي مش هتقابله في دور الثمانيه هتقابله في السيمي فاينال او الفاينال، فخير البر عاجله.